ايه يا عم كل اللي انت واخده معاك ده؟ دول هما يومين يعني انت مش مهاجر؟ انت عارف انا بقالي قد ايه بتش عند سيتا؟ عارف، لدرجه انك مش عارف تلبس كام تيشرت في يومين، واخد معاك دست. متشيلش هم وحاول تنبسط، وهي كمان هتحاول تخليك مبسوط. ولو عوزت حاجه يا عم يبقى كلمني. والله تلاقيك انت اللي مبسوط اني اخيرا همشي واسيب لك البيت. برطع بقى يا عم براحتك. بصراحه الجو هناك هيبقى حلو، مش كمان هناك جوها حلو. لا ما تقلقش رجعك. في الحقيقه ده قرار سليم وانا بشكرك عليه. ده بيدل على طيبتك واحساسك الكبير بالامومه. تشكرنيش على حاجه يا استاذ سليم. وبعدين الامومه دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا، هو اللي بيحطها في الخلق. بس تقول ايه بقى، في ناس بتحب تغير في خلقه ربنا. انا جاهز. طب يلا بينا. استاذن حضرتك. متشكرين قوي. وحشت، خلي بالك من نفسك. يلا باي يا ادم، لازم ياخد ايده معاه وهو ماشي. سلمني على تاسي هان. لو جرى له حاجه ذنبه في رقبتك انت وابوك، انتوا اللي زنيتوا عليا عشان اوافق. اوعى بقى. تصدق بتنور تاني؟ أنا آسفة وحشني. إحنا تعبينك معانا قوي، معلش. بتقعد تتغدى معانا؟ لا معلش، أنا عندي شغل كتير النهاردة. أسيبكم بقى تحبوا في بعض. مش عايزين أي حاجة؟ سلامتك. منور يا آدم. ميرسي يا أنكل. شكرا يا سليم. لو عايز حاجة كلموني. عارف عاملة لك إيه النهاردة؟ مسقعة باللحمة المفرومة، مكرونة بشاميل، كل الحاجات اللي انت بتحبها. مفيش محشي؟ تأمر حالا. يلا غير هدومك واعمل لك كل اللي انت عايزه. يلا. نتعت لك بقى الاوضه حته نتعه اول ما عرفت ان انت جاي. دي كانت مقفوله بقى كتير قوي، بس خلاص الروح هترجع لها تاني كل اسبوع. انا هموت من جوع، انا هخلص الاكل وانت تغير هدومك بسرعه بسرعه. حاضر. ماما ادم مش عايز صغير. وبعدين انت خايفه عليه كده ليه؟ هو رايح السجن؟ ده رايح عند جدته. ده بس جامد الكريم كراميل ده يا تيتا. الف هنا وشفا يا حبيبي. المره الجايه هعمل لك اكتر من كده. هي بتعمل ايه؟ بتسمى روحها وجوزها وعيالها. انا شفت الحلقه دي في رمضان اللي فات قبل كده على فكره. وفي واحده ممكن تسم جوزها وعيالها؟ ايه في ايه؟ ايه؟ خير خير يا حبيبي. أول مرة أعرف إن خياطة خطيرة أوي كده. مع إني باخد دروس خياطة محترمة. محتاجة دروس خصوصية. ادم انت بتعمل ايه؟ ليه يا حبيبي بتغسل الاطباق سيبهملي؟ ما حضرتك ايدك متعوره من امبارح. يا حبيبي تسلم لي، بس انا برضو اللي هغسلهم. يعني خلاص كنت قربت اخلصه. بعدين انت نسي لو كل سليم على وصول، لازم تغير هدومك بسرعه عشان ما تتاخرش على ماما. انت مش جايه معانا؟ لا لا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. يلا يلا حبيبي عشان ما تتاخرش.
ازيك يا ليلى؟ بقول لك ايه يا فاديه؟ استني هقول لك حاجه. هو انت ما عرفتيش؟ ده كاظم الساهر امبارح في التلفزيون اعلن خطوبته عليا. حقيقي؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ما تعرفيش مين اللي جاي يزورني؟ لا ما اعرفش. بس اي زياره ليكي اكيد هتكون خير. لا مش اي زياره خير. في ناس انا مش حابه اشوفهم. مش عايزه تشوفيهم ليه؟ ده انت كل فين وفين لما بيجي حد يسال عليكي. زي ما يكون يعني انا اسفه ما تزعليش مني. زي ما تكوني مقطوعه من شجره او مالكيش اهل يسالوا عليكي. شكلك كده بقى احسن. الحمد لله. جبت لك معايا كمان العلاج الشافي اهو. دكتور مجدي بيتابع معاكي والممرضين كويسين. طب انا هخش الاداره شويه، اخلص شويه اوراق وارجع لكم تاني. مبسوط قوي انك بقيتي هنا. انا اللي قلت لانكل سليم انك ما ينفعش تقعدي هناك. المستشفى الاولانيه كانت عامله زي السجن. عامل ايه في المدرسه؟ تمام، بقى ليا اصحاب كتير. انت مبسوطه هنا؟ الحمد لله. مالك؟ طب انت هتخرجي من هنا امتى؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ انت قاعده هنا غصب عنك؟ يعني مش المفروض لما تحسي انك كويسه وتخرجي؟ وانت كويسه اهو. قعدك هنا ممكن تقعدي في البيت، ولو في دواء ممكن تاخديه هناك. المشكلة إن الدكتور بيقول إن أنا لازم أقضي فترة علاجي هنا، لأن لو خرجت من غير ما أكملها ممكن أعمل حاجات غصب عني. زي إيه؟ يعني ممكن أعمل حاجات أكون أنا أصلاً مش فاكراها، أو أأذي نفسي أو أأذي ناس تانية. بص، كل الناس اللي حوالينا دول يبدو من بره ان هم كويسين علشان بياخدوا ادويه بانتظام، لكن لو حصل اي لخبطه ممكن يحصل حاجات غريبه، ممكن يعملوا تصرفات غصب عنهم، يصوتوا ويصرخوا او يؤذوا ناس حواليهم. انا ملاحظ ان ملك حالتها اتحسنت شويه عن الاول. هي عامله ايه دلوقتي؟ ملك كويسة جدا، وعلاقتها بالمرضى اللي في المستشفى هايلة. طب جميل، مفيش أي مشاكل يعني؟ باستثناء حادثة واحدة مفيش حاجة تانية حصل. ودي حادثة إيه دي؟ هي ملك في الأول كانت نازلة في أوضة مع نزيلة اسمها رؤى. وفي يوم مامة رؤى كانت بتزورها وملك قاعدة جنبهم، حقيقة الممرضات شافوها وهي بتتهجم على مامة رؤى. وبتقول لها إن اللي أنتِ بتعمليه مع بنتك ده هو اللي خلاني اقتل اختي وجوزي. طب ومالك تعمل حاجه زي كده ليه؟ ده تاخر في حالتها صح؟ لا لا مش للدرجات دي يعني، بالعكس ملك بتاخد ادويتها بانتظام وهاديه، وزي ما قلت لك علاقتها كويسه قوي بالمرضى. بالعكس دي ممكن لو استمرت على الحاله دي شويه وتخرج من المستشفى. فعلا ده خبر كويس، ده بشرة كويسة منك قوي. علي بقى لذيذ جدا، بيقف جنبي كتير، وكمان عرفت ان هو اللي اقنع عمته علا ان انا ينفع اروح لطنط سيام عشان اجيلك. هو مين اللي قال لك تيجي تزورني؟ تيتا سيام. معقولة؟ ماما هي اللي قالت لك تيجي تزورني كل اسبوع؟ يعني هي وانكل سيدي. هو انت تعرفي شادي؟ كلنا هنا نعرف بعض. طب تعرفي ان هو كان معايا في المدرسه القديمه؟ لما كنت انا في سنه خمسه كان هو في ثانيه سنه.
بس ما شفتوش من بعد ماتش بورسعيد. الحمد لله انك انت وقتها كنت صغير وما رحتش معاه. برافو هاي، كملي على كده. ايوه تعالي نقاس من هنا مظبوط كده اهو، وعلمينا اهو الاول، وانت خدي من هنا اهو. ها يلا كويس. ايه ده؟ ايه ده يا سلامتك؟ مال صباعك؟ اتعورت وانا بتمرن على المكنه في البيت غصب عني. يا معقوله؟ امال لو طلبت منك بقى تفصلي لي الفستان هتعملي ايه في نفسك؟ ده انا وصلت لنتايج كويسه، اظن ان حضرتك هتتبسط يعني لما تشوفها. ان شاء الله، بس لما صباعك يفك بقى الاول. على فكره انا ما كانش ممكن اوصل للمستوى ده غير بعد دروسك واهتمامك بان كل الموجودين يعني يخرجوا وهم عارفين يعني ايه باترون كويس. دي شهاده انا اعتز بيها من وزاره التربيه والتعليم، بس عاوز اقول لك حاجه، لو انت فعلا مش حابه الشغلانه دي ما كانش ممكن ابدا توصلي للمستوى ده. انا ما عملتش اي حاجه، بس توعديني بقى المره الجايه ما تشتغليش على المكنه وانت بتتفرجي على المسلسلات. عرفت منين؟ طبيعي، كل الستات بيحبوا دايما يفصلوا ويشتغلوا على المكنه وهما بيتفرجوا على المسلسلات. خلاص مش هتفرج تاني على المسلسلات. لا مش للدرجه دي، اتفرجي بس مش وانتي بتشتغلي على المكنه. ادم حالك؟ الله يسلمك. الله يسلمك حبيب قلبي. تعالى وحشتني. ازيك يا ادم؟ ازيك يا نوح؟ اخبار جدتك ايه؟ كويسه الحمد لله. ازاي طنط ملك شفتها؟ اه الحمد لله احسن بكتير، والمستشفى اللي هي فيها كمان كبيره وفيها ناس كتير قوي كبار وصغيرين، واكتشفت ان هم مش بس بيعالجوا الناس اللي عقلهم او نفسيتهم تعبانه، لا كمان بيعالجوا الناس اللي موجوعه. زيارتك المستشفى دي كبرتك قوي يا ادم. يعني هي احسن دلوقتي؟ اه الحمد لله، وكمان المستشفى الجديده مساعده على كده، احسن من الاولانيه بكتير. الاولانيه ايه؟ هي راحت مستشفى جديده؟ اه اتفقت مع عم مسلم ان المستشفى دي وحشه وكانت لازم تمشي. مستشفى ايه؟ اسمها ايه المستشفى دي؟ علا يا مدلسين يا فسده. مدلسين ايه وفسدت؟ انت بتتكلمي عن مين؟ عرفتوا تخرجوها من العباسيه ازاي؟ بالرشوه صح؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. بتسنوديني محاسبكم، انا هبلغ عنكم. تبلغي عن مين يا بنتي بالراحه شويه وفهميني، مالك داخله عليا زي القطر كده؟ نقلتوا بنتك من العباسيه وديتوها مستشفى خاصه ازاي؟ ازاي؟ دي قاتله اتنين، يعني المفروض تاخد اعدام، مش تقعد في مستشفى خمس نجوم. ايوه يا طنط. تعالى تعالى وشوف علا بتقول علينا مزورين واننا خرجنا ملك من العباسيه بالرشوه. انا مش فاهمه حاجه، تعالى الحقني. حاضر يا طنط، انا جاي لك حالا. سلام. ادخل يا سليم. في ايه بس يا جماعه؟ ايه يا علا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو احنا بتوع الحاجات دي؟ انت اول مره تعرفينا يعني؟ ما هو عشان انا عارفاكوا جاي افهم. وبعدين لو الموضوع عادي وطبيعي قوي كده، ما حدش فيكوا قال لي ليه؟ انت اصلا ما بتطيقيش تسمعي سيره ملك، هنقول لك هي راحت فين ومستشفى ايه؟ طب خرجتوها ازاي؟ حقها زي اي مرضى في العباسيه. من حقها تتنقل اي مستشفى خاصه بعد ما قضيتها اتحفظت. ده خصوصا ان ما كانتش مسؤوله عن افعالها ساعه الحادثه. مش مسؤوله عن افعالها عشان مجنونه، يعني المفروض تفضل في العباسيه مش تتدلع في مستشفى خاصه. عموما اللي هيفصل في الموضوع ده القانون. ماشي وانا مش هسيبكم، وبرضه بالقانون. طب استني يا علا، استني خلينا نتفاهم. سيبيها سيبيها سليم، الكلام ده ممكن يبقى مظبوط؟ طبعا غلط، دي بتخرف. دي احنا اجراءاتنا كلها قانونيه وسليمه. للأسف كل الكلام اللي انت قلتيه يا مدام علا ما فيهوش أي إجراء غير قانوني،
بالعكس كل اللي عمله كان طبيعي جدا. طبيعي ازاي؟ دي واحدة قتلت جوزها واختها يا متر، يبقى طبيعي ازاي بس؟ وبعدين حتى لو قانوني اكيد دفعوا رشوة. دي ما لحقتش تقعد كام شهر في العباسية يا متر. حتى لو كان في تلاعب او رشوة دي حاجة مستحيل نثبتها، لأن اللي خد قرار بنقل ملك أو غيرها من العباسية لمصحة خاصة لجنة مكونة من أكتر من شخص، بالتالي أنا مش من حقي إن أنا أتهم شخص إن خد رشوة. أنا مش فاهمة إزاي ما نقدرش نثبت حاجة زي كده. أمال القانون لازمته إيه؟ فايدته إن نقلها حتى لو كان في ألف مشكلة في اللجنة أو في قراراتها. أنت ناسي حاجة مهمة قوي جدا يا مدام علا، قرار النيابة. النيابة حفظت القضية لعدم مسؤوليتها عن أفعالها. ده زايد إن مين المسؤول بس؟ مين المسؤول؟ سؤال وجود يا مدام علا. استغفر الله العظيم يا رب. صباح الخير. يلا عشان أخد دواء. صباح النور. كان مالك امبارح؟ كان مالي امبارح؟ مش عارفة، كنت بالليل بتكلمي حد. انتي كويسة؟ اه كويسة. كنت بعمل ايه بالليل؟ مش فاكرة قوي، بس انا صحيت لقيتك بتكلمي مع حد. افتكرت في حد في الأوضة بس ما لقيتش غيرك. بعدين لقيتك بتزعقي وبتقولي امشي. مش فاكرة. يمكن كان كابوس. يمكن. كلمتوا أهل شادي؟ آه يا دكتور، كلمناه وقلنا كل اللي حضرتك قلته لأهله. وهو عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. ساعات بيتكلم وساعات بيقفل بقه خالص، ما بقاش عايز يتكلم. أنا مش عاجبني حكاية أهل أصحابه اللي بيقولوا دول كده، عمره ما هينسى ولا يتعالج. ده الملك أكيد اللي معاكي خلص. هو اللي معايا فعلا خلص يا دكتور، بس هو حضرتك ليه غيرت لها الدواء اللي هي كانت ماشية عليه مع إنها بدأت تتحسن عليه؟ والمفروض إن الدواء ده كمان كويس، هو جديد والشركة اللي منزلاه عايز اجرب اثاره، وانا بعمل عليه بحث، بس مش عايز اي حد يعرف، لان دي حاجه مش رسميه يا فاديه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش مفروض اي حد يعرف ان هي بتاخد الدواء ده. انا عايز اتابع حالتها لحد ما يخلص الكورس واكتب التقرير النهائي بتاعي من غير شوشره. طب وملك؟ ملك انسب حاله ممكن نجرب فيها. دي كان زمانها يا اما واخده اعدام يا مرميه في العباسيه. ايوه يا دكتور، بس افرض ان الدواء ده اذاها. انت عبيطه ولا ايه؟ انا فاهم شغلي كويس. دكتور حضرتك بتقول ان الدواء لسه جديد ولسه بيتجرب، يعني ما نعرفش ايه السايد افكت بتاعه. افرض كان ليه سايد افكت وحصل لها حاجه، احنا هنتصرف ازاي؟ هتفتكري الظرف اللي انت بتاخديه كل اول شهر يا فاديه. اوكي يا دكتور، حاضر، عن إذنك.
كويسة؟ عمتك هتعلقك، ذاكر احسن لك. لما تنام ابقى اعمل اللي انت عايزه. انت لسه بتاخد الحاجات دي؟ ربنا معاك. صباح الخير. اهلا اهلا صباح النور، ازيك؟ كل حاجه كله تمام، شكرا. دكتور وليد، اسمع من بقك ربنا يا اختي. خير؟ قلقانة عليها قوي. هي عاملة كده بقالها قد ايه؟ كام يوم. الأول كنت بصحى الاقيها بتكلم نفسها، وبعدين ابتدت تكلم ناس مش موجودة، بتتخانق، بتزعق. كويس انك قلتيلي، طيب ما تقلقيش انا هتصرف. هاي برافو. صباح الخير. ايه ايه تيجي نقوم نتكلم مع بعض شويه؟ ماله الدواء؟ في ايه؟ حاسه ان الدواء ده تقيل تقيل قوي عليا. تقيل ازاي يعني؟ بطنك بتوجعك؟ بتدوخي؟ ايه اللي بيحصل؟ ما بطني كده طول الوقت و حاسه اني عايزه انام، وساعات ما بيجيليش نوم خالص، وطول الوقت شم ريحة فراولة، وساعات بشم ريحة برفانات. رحت الجنينة أدور على الفراولة ما لقيتش في فراولة، ولا لقيت. ساعات كده أنا سامعك يا ملك. ساعات إيه؟ بحس في حاجة بتمشي على جسمي. طيب ما حسيتيش بحاجة تانية؟ معلش هتعبك، أرجوك افتكري. خايفة من إيه؟ طول الوقت عمال أسمع أصوات بتقول لي كلام أنا مش عايز أسمعه. الأصوات دي أصوات ناس تعرفيها؟ طيب خايفة ليه بقى؟ الأصوات دي بتقول لي أقتل نفسي عشان أنا مستاهلش أعيش، وبتفكرني باللي أنا عملته. طيب مالك، أنت تعرفي إنه الأصوات اللي أنت بتسمعيها دي مش أصوات حقيقية، الأصوات دي أصوات من دماغك أنت، صح؟ تعرفي ده؟ بس الصوت ده بيقول لي أقتل. أقتل ماما. على فكرة بقى، انتي ذوقك رائع في اختيار الألوان وخامات القميص. متشكرة قوي. لا أنا مش بجامل على فكرة، وعشان أثبت لك دوا أنا هطلب منك طلب. تؤمر. أنا عاوزك تعرفيني على الراجل اللي انتي بتتعاملي معاه وتجيبي منه القميص. طبعا، بس المشكلة إنه أنا مفيش مشكلة ولا حاجة، إحنا هنروح له وتعرفيني عليه وتقولي إن أنا الراجل صاحب أتيليه وإن أنا محتاجة قميصة كتير، ولا هتكسي فيني بقى في أول طلب بطلبه منك؟ لا طبعا ما أقدرش أكسف حضرتك. خلاص، وعلى فكرة هتبقى مصلحة متبادلة، أنتِ هتعرفيني عليه وأنا هعرفك على جزء كبير من الزباين بتوعي، اتفقنا؟ ماشي. يلا بينا. لا لا ما يصحش. طب اتفضل. صباح الخير.
صباح النور. اتفضلي يا استاذه سهام، المحل كله تحت امرك. شكرا. حلوين برضو البستال كالرز دي. بس انا بفضل الكاروت. تعالى بص كده. تحت امركم. ممكن اشوف الكارول اللي فيه اصفر ده بعد اذنك؟ حاضر. خانته حلوه، جميل. كملي جميلك بقى وشوف لنا حاجه تليق عليه. المدام ذوقها عالي جدا يا استاذ. اشوف ده لو سمحت. ده؟ لا، اللي فوقيه. لذيذ برضه، لطيف. طيب ممكن تديني 3 متر و3 متر من ده؟ تحت امرك. شكرا. تحت امرك. شكرا. تيجي نبص كده على حاجة تانية. بقول لك انت وراكي حاجة دلوقتي؟ خير؟ ابدا. ما تيجي نقعد نشرب فنجانين قهوة، في واحد هنا بيعمل قهوة تركي ممتاز، اهو نقعد ونتكلم مع بعض وبالمرة اخد رأيك في الموديلات اللي أنا عاوز أعملها في الأتيليه عندي. للأسف مش هقدر. من غير اسف ولا حاجه، هي كلها نص ساعه، هنقعد شويه ونروح. لا، اصل حفيدي جاي لي وهيزعل مني انا اتاخرت عليه، وهو يوم واحد اللي بيجيني في الاسبوع. انا اسفه قوي. اهو كده بقى انا مش هقدر اقول لك حاجه، ربنا يخليهم لك. اتفضلي. اتفضلي. ها، فكرتي ولا لسه راكبه دماغك؟ فكرت في ايه؟ انت عايز ايه؟ عايزك تعالي عشان تخرجي من هنا. انا القعدة هنا مش مضايقاني في حاجة. دلوقتي بقت القعدة هنا عجباكي؟ عجباني. مش انت اللي رحت للدكتور نادر، صاحبك وحبيبك من الحلال المتدين، اللي من كتر تدينه ما كانش عنده مانع ابدا يزور شهادة طبية، بتقولي ان انا مجنونة؟ ما انت كنتي هتسيبي دينك. هو ده مش جنان برضو؟ يعني يصبر واستحمل واحط جزمة في بقي، يا اما ابقى مجنونة. طب ربنا يعني، ربنا يعني انت نسيتيه؟ من الاخر كده، هترجعي بيتك ولا تفضلي هنا احسن؟ برضو؟ يعني هتحبسوني في المستشفى؟ هتحبسوني مع ماجد؟ ايوه يا عنان، ده اللي عندنا. طلاق مفيش طلاق. لا طيب خلاص، خلوني هنا. يا عنان يا بنت، حرام، حرام اللي بتعمليه ده. اللي انا بعمله حرام؟ والكذب يا بابا مش حرام؟ والزنا مش حرام؟ وطي صوتك وبلاش فضايح. والقتل يا بابا؟ القتل مش حرام؟ ان انا موت في اليوم 1000 مره ده مش حرام؟ يا بابا ماجد كان بيموتني كل يوم، كدب وخيانه وقرف. لا لا، انا مش هموت وانا لسه على وش الدنيا. انا هعيش ولو في دين تاني. يا بنتي يا عنان، حرام، حرام اللي بتقوليه ده. حرام؟ انتوا مش هترتاحوا لما موتوا وموت نفسي؟ القتل حرام والانتحار برضه حرام. انتم ايه؟ ما بتفهموش؟ انا مش هرجع له، مش هرجع. انا لو رجعت لها بقى شايفين الست دي، هقتله وقتلكم وقتل نفسي. انا اسفه، انا ما كانش قصدي اقول كده صدقيني. عادي. لا مش عادي، انا حاسه انهم بيجننوني بجد. انا بجد مش زعلانه، علشان انا اصلا ما قتلتهمش. هم عملوا الفيلم الهندي ده علشان يقعدوني هنا مع المجانين وهم يعيشوا حياتهم بره. مين سمعك؟ طز في المجانين وطز في العاقلين.